الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي مرة لم يبق من ذنوبه ذرة. اللهم صل على محمد. وروي أيضا عنه صلى الله عليه وآله: البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد. وأيضا روي عنه صلى الله عليه وآله: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. اللهم صل على محمد. سلام عليكم، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا. إن شاء الله ما نقول المحاضرة، خلنا نقول نسميها أمسية، وفيها إن شاء الله مناخذ ومنعطي ويا بعض. عادة معظم محاضراتي تكون تتكون من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة، وبعدين يعني أخلي مفاتيح للأسئلة علشان نعطي الأسئلة جو أكبر، لأن بعض الأحيان تتفتح يعني المعاني بالأسئلة أكثر من الشرح الجاف. طبعا عنوان الأمسية هذه الليلة: السكري والعين. خلينا نتكلم بشكل مختصر عن مرض السكر، هذا المرض الكبير العضال إلا يصعب التعامل وياه، وإذا ما تعاملت إياه بالطريقة الصحيحة يؤدي إلى الفتك. يعني ما في لحد هذا اليوم ما في شخص أصابه السكري وما ضبط موضوعه وياه بدأ السكري ينخر فيه أسرع من أنه يضبطه. يعني كلنا نعرف أن السكري هو مرض مشكلته كبيرة جدا، الحلول فيه صعبة، ولكن الحلول واضحة وفي نفس الوقت صعبة أن احنا نقدر نطبقها. سنويا يعتبر مرض السكري هو من الأمراض العليا اللي فيه تقتل الناس بسببه. إنزين، مرض السكري وصل إلى حد إن واحد في العالم، يعني كل 11 شخص واحد منهم عنده سكري في العالم كامل. البحرين سنة 2019 نسبتها 200 ألف شخص مصاب بالسكري، يعني تقريبا 15%. زين، على التعداد الجديد 15%. زين، كل هذه الأشياء والإنذارات اللي قاعد يطرشها لنا هذا المرض، هذا الزوبعة الكبيرة، وصل إنه يدخل تقريبا معظم البيوت. يعني ما في بيت يختلي من مرض السكر، قليل جدا إن تشوف بيت ما في مرض سكر، إن كان مثلا في الأم أو كان في الأب. الحين بعد طلع لنا أنه قاعدة نسبة السكر النوع الأول قاعدة تزيد في الأطفال، السكر قاعد ينتشر بشكل جدا 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 كبير. في دراسة في سنة 2015 أن البحرين وصلت في تزايد سرعة التزايد في السكري وصلت الخامس عالميا، مو شيء بسيط. زين، فهذه مو شيء، يعني هذا يخلينا لازم نخلي علامة استفهام كبيرة أن احنا وش نسوي. لازم نخلي لنا قواعد واضحة إلى مرض السكر علشان لا ينتشر بهذا الانتشار الواسع. طبعا السكري نوعين للسكري، هو بأنواع كثيرة، لكن أهم من الأنواع هو نوعين، النوع الأول نسمع به والنوع الثاني من مرض السكر. طبعا أكثره هو النوع الثاني المنتشر خاصة في الكبار في السن. النوع الأول معظم ينتشر في الشباب أو في الأطفال. وش الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان النوع الاول انسولين فيه مشكله. خلنا نشبه بطريقه علشان تكون واضحه، ان الانسولين هو مفتاح والخليه هي القفل. الانسولين اذا دخل في القفل نزل وش؟ نزل السكر. اذا الانسولين فيه مشكله اللي هو المفتاح فيه مشكله ما بتفتح الخليه. هذا النوع الاول. النوع الثاني الخلية فيها مشكلة اللي هي القفل، إنسولين موجود
موجود واضح، لكن لو في مشكلة فكلا الحالتين السكري بيكون مرتفع في كلا الحالتين. هذا يحتاج علاج غير وهذا يحتاج علاج غير. طبعا الناس كثير يقول لك أنا ما أدري وش أعراض السكر. كنا نعرف أن كثرة التبول، كثرة التبول هي علامة جدا كبيرة إلى مرض السكر، كثرة العطش وكثرة الجوع. واحد إذا خاصة عنده هي الثلاثة الأمور لازم يحط علامة استفهام أنه لازم أروح أشيك السكر. ما يحتاج أن أكون فوق 45. طبعا الدراسات القديمة تقول أنه احذر، عليكم السلام، احذر إذا كنت فوق 45 من مرض السكر. الحين لا، الحين حتى فوق 25 احذر من مرض السكر، عليكم السلام، حتى فوق 35 سلام، حتى فوق 35 سنة، حتى فوق 30 سنة احذر مرض السكر، لأن مرض السكر حتى في هاي الأعمار الصغيرة قاعد يصيدهم، كان النوع الأول أو كان النوع الثاني ما علينا إحنا وش الأنواع اللي تكون موجودة. هناك في مخاطر، هذه المخاطر سموها مخاطر لأنه وش خطوات نحو السكر. يعني إذا أنت حاولت قدر الأمكان تتخلص من هذه المخاطر السكر يكون شوي بعيد عنك، إنزين يبعد بنسبة جدا كبيرة. واحدة من هاي المخاطر وإحنا معروفة عندنا في البحرين جدا كبيرة وكلنا نعرفها، هو إيش؟ نمط الحياة أو نمط الأكل. إنزين نمط الأكل إذا ما كان صح أكيد بيؤديني أو بيؤدي هذا الشخص إلى السكر. طبعا هذه عدم الانتظام في الأكل أكيد بيسبب لي السمنة اللي قاعدة الحين تنتشر في البحرين جدا كبير بعد. زي أنا قاعد أقول كبير كبير كبير، ترى النسبة بالنسبة إلى الدول الأخرى البحرين ترى نسبتها عالية مو صغيرة. زين فهذه الأمور السمنة أو زيادة الوزن هي تربة خصبة إلى مرض السكر والضغط، تربة جدا خصبة. بسرعة تختلف الأمور وتبدأ الأقفال أو الخلايا أن هي تصير فيها مشكلة فما تدخل المفاتيح اللي هي مفاتيح الإنسولين، ما تنفتح الخلايا يرتفع السكر. واحدة من ثاني المخاطر هو التدخين. ثالث المخاطر كون العمر فوق 45، عندك أحد في العائلة، شوف هذه عندك أحد في العائلة اللي هي على قولتنا الوراثة، هذه معظم البحرينيين إنزين خلونها علاقة، خلونها علاقة. تشوف تقول لي من وينش السكر عندك، ليش عندك في هذا، ما ورثنا لها السوالف هذه. هالكلمة في المستشفيات على طول، إحنا ما ورثنا لها، لا ورثنا أراضين ولا شيء، ورثنا الأمراض. إنزين ترى لا يعني لا نعتبرها علاقة هذه، لا، وراثة السكري نسبتها جدا بسيطة ترى، يعني بعضهم يقولون من 5 إلى 10% بس من الأسباب السكري، البقايا كله يعتمد عليك. السكري إذا صاد الشخص أو إذا ما صادك كله يعتمد عليك أنت، أنت تقدر تسوي كنترول إذا صادك، وأنت تقدر تبعد السكري عنك إذا ما صادك. شلون؟ كله بتنظيم الحياة، كله بتنظيم الحياة. عادة إحنا نقول للناس إذا يجونا في المستشفى نقول لهم نظم السكر عندك. طبعا ما في أحد قلت لي نظم السكر، ما في أحد، أنا بالنسبة لروحي يعني ما في أحد قلت لي نظم السكر استانس إنزين ضبط أمورك فرح زيادة. لا، شوف السكري مرض خلاص صادك أنت، لازم تستوعب أنه صادك وتتعايش إياه، لازم. إذا ما تعايشت إياه السكري لازم يغلبك، السكري مستحيل ينغلب، لازم يغلب. تقدر تغلبه بصبرك، مثابرتك، بقوتك ضده. شلون؟ أول شغلة لازم تعرف الأشياء اللي تأكلها وما تأكلها. بعضهم يقولون وش ناكل وش ما ناكل، طبعا النشويات والسكريات هذه ما أقول لك ابتعد عنها، لا، في مواد في الجسم يحتاجها، في مواد في الأكل، كل الأكل يحتاجها الجسم، موجودة في هالشيء مو موجودة في هذا الشيء، موجودة في الخبز مو موجودة في العيش. فدائما خلق قاعدة قدامك، دائما كل شيء
كل شيء تقدر تاكله، انت عندك سكر لو ما عندك سكر، ولكن بقدر. ممنوع عليك العنب، لا تاكل 3/4، لا تاكل 10، لا كل 2. كل شيء بقدره. تدري ان هذا يزيد سكري، خذ لك شوي. تدري ان البقلاوه مثلا، حاول قدر الامكان احنا نتبعد عن هاي الامور، انزين، بس تدري ان البقلاوه بترفع السكر اذا اكلت 5 كل واحده بهالطريقه، انزين. هذا انت بهالطريقه انت كسب، اعطيت جسمك المواد المهمه، لكن في نفس الوقت وايش ضبط امورك ويا السكر. الحين نجي الى الجهه الثانيه من السكر ومتاعب السكر اللي يسببها. السكر يسبب متاعب واجد، واهم المتاعب هم 5، المضاعفات هم 5: مشاكل في الدماغ مثل الجلطات وما شابه ذلك، زين، القلب، الكلى، واطراف الاعصاب، واخيرا العين. احنا بنتكلم عن العين يعني بشكل مفصل اكثر واكثر. دائما اول واحد او اول شخص من يسمع كلمه سكري سيدي يجي في باله العين اكثر. ليش؟ لان العين بدونها واحد صعب يمشي حياته. العين بدونها الحياه تكون مظلمه، مظلمه من صدق يعني، مو شوي. خاصه اذا تسال شخص كان يشوف وبعدين من السكر الحين وصل لمرحله انه ما يشوف، ترى معظم اللي عندهم السكري، سوينا في سنة 2016 دراسة في البحرين ان مرضى السكري تقريبا 45 منهم 45% منهم يعانون من الاكتئاب بسبب السكر، مراحل بسيطة من الاكتئاب. طبعا اذا خليتها وتابعت وياه بتشوف ان هي قاعدة كل ما زاد في العمر ان هي تزيد. هي طبعا مرض الاكتئاب مرض مشكلة، يعني ضغط النفسي. ممكن ما أقدر أقول إنه اكتئاب قدر ما هو يكون ضغط نفسي. ليش؟ كل يفكر مريض السكري، كل يفكر على طول، إنزين. إذا قلت له ضبط السكري مالك، يخاف من تضبيط السكري، فتشوفه يضبط أيام تشوفه مضبوط السكري ماله، أيام ثانية من كثر ما تصيد الضغط النفسي يعوض، فيأكل زيادة يرتفع السكري عنده، فما يثبت. هذه النزلة والرفعة تأثر في الـ في الـ في الأعضاء أسرع من إذا صاده إذا كان كله مرتفع. بعض الأحيان هي الرفعة والنزلة تكون جدا جدا يعني مؤذية إلى مريض السكر. إنزين، العين بشكل مباشر جدا هي نافذة الجسم، يعني هي المنطقة اللي إذا شفنا فيها التغيرات معناته أن الجسم بدأت فيه التغيرات. إذا هي مضبوطة معناته معظم أمور الجسم تكون شوي مضبوطة. فالعين شبكيتها نقدر نشوفها من كذي. إحنا عادة مرضى لو ياهم سكرين نقول لهم أن نقطر عيونكم عشان نقدر نشوف الشبكية، ونقول لكم أنه وش الموجود الأمور أو الأمراض الموجودة في الشبكية. من أزيد الأشياء أو من أسرع الأشياء التي تتأثر في العين بسبب السكري هي الشبكية. عندنا يعني مراحل في الشبكية تأثرها. أول 3 مراحل أو أول 4 يعني مرحلتين إلى 3 مراحل من تأثر الشبكية بالسكري سووا دراسات عليها في العالم كله كله كله، شافوا ان اذا ضبطت السكري ما يحتاج تاخذ يعني ادويه علشان تروح المشاكل في الشبكيه. واحد ما يقول، لا يقول ان خلاص صارتني مشاكل في الشبكيه بسبب السكري خلاص معناته ان اكس الحياه خلاص صعبه، انا صارتني مشاكل في العيون ما اقدر اضبط اموري. لا تقدر، بس لازم تضبط السكر، لازم تضبط السكر. لا حد يعتبر ان اذا قلنا الى تضبط السكر معناته ان احنا حطينا عليه مسؤوليه كبيره، صدق مسؤوليه كبيره، لكن هذا في الاخير نفسك، هذا جسمك. اذا انت تحملت بجسمك اكيد عيونك بتصير
مضبوطة، هي شيء من الجسم. الشبكية طبعا هي المستقبلات أو المستقبل إلى الضوء أو الصورة اللي تدخل إلينا علشان نقدر نشوف. طبعا أنا اليوم كنت بجيب بروجيكتور بس ما حبيت، يعني جت في بالي إن هي يعني من خطر هذا الشيء، في نفس الوقت بنت الكمبيوتر قلت خلاص ما بجيبه. إنزين ليش؟ لأن أبغي يعني أذهانكم ما تصرف عني بكثر هذا الشيء القوي والكبير اللي قاعدين نتكلم عنه. إنزين طبعا مريض السكر أول ما تصيده المشاكل في الشبكية تبدأ تتخطط أشياء قدامه، يبدأ يشوف سواد، مساحات سواد، يقدر يشوف من فوق ومن تحت، يمين يسار، بس الوسط لا. شوي 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 بعض الأحيان تظلم الدنيا عنده كليا، فيجي عندنا المستشفى. هاي واحدة من السيناريوهات اللي يجون عندنا المرضى، قعدت الصبح ما شفت شيء. عندك سكري؟ إيه عندي سكري. مضبطنا؟ إيه مضبطنا. حن صار لي كم شهر حن كل يقولون لي 5 6. إنزين وش خبر السكر التراكمي؟ تعال شوفه، شوف مشاكله. يقول لك لا مضبوط، ادخل انت السيستم. انا عاده من اقول يقولون مضبوط زين وعند هذه المشاكل سيده ادخل السيستم واشوفه لو مسوينه في المركز. يطلع وين؟ يطلع فوق زين. وبعد التقصي وبعض يعني بعد ما خلصنا الامور ويا فحوصات طلعنا عنده نزيف في العين. طبعا نزيف العين الحين عيادة الفاتح عندنا في السلمانية تقريبا بشكل يومي قاعدين نشوف نزيف في العين، مو يعني في الأسبوع مرتين أو في الأسبوع مرة، لا تقريبا بشكل يومي أو يوم وترك عندنا مشاكل النزيف في العين قاعدة تزيد، الشبكية تزيد، والأشياء في الشبكية والأمراض في العين بسبب السكري قاعدة تزيد. عيادة العيون الحين، عيادات العيون في البحرين بشكل عام زين، كانت تشوف أمراض بسيطة أو تشوف أعداد بسيطة يوميا، الحين لا، أعداد هائلة، أعداد جدا كبيرة، يعني تقريبا تصل إن بعض الأطباء إن في اليوم الواحد يشوف 25 نفر. إنزين هذه تخيل إنك كم طبيب، كل بسبب إن نسبة كبيرة منهم عندهم سكر فسببتهم لهم المشاكل من ضغط العين، ماي أسود ماي أبيض، هالكل يجي كله وياه السكر. فأنت إذا ضبط أمورك هي السكر الأمور تتضبط بشكل جدا سريع. تطور العلم بعد فترة من الزمن، عقب ما تطور العلم قالوا لا ترى في وش اسمه، في حلول إلى مريض السكر. وش نسوي؟ نضرب الليزر. سمعتون أن ضرب الليزر في الشبكية إنزين تقلل الأمور أو ضبط الأمور في الشبكية بسبب السكر، صح؟ شوي 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 تطور العلم، الحين وصلوا أن معظم الناس في الشبكية إذا تصيدهم مشكلة في العين بسبب السكر ويش العلاج مالهم؟ براف العيون. الحين يوميا تقريبا 15 شخص ياخذون براف العين يوميا في السلمانية، يوميا يعني ما اقول لك انه يوم وترك، لا بشكل يومي تقريبا 15 شخص ياخذ براف العين. طبعا براف العين مو تحت مو فوق، لا داخل العين. اي البرا ندخلها داخل العين لان فيها دواء، هذا الدواء يقلل نسبة النزيف، يقلل نسبة الأوعية الدموية الجديدة اللي تطلع ويا السكري، شوي شوي الأمور ترجع. طبعا الأدوية واجد، في دواء ب 120، في دواء ب 200، في دواء ب 1000، في دواء 1500، يعني حدث ولا حرج، واجد الأدوية. لكن هذا لين كلهم يتكنسلون إذا أنت عدلت أمورك يا السكري. باختصار خلنا يعني نحط قاعدة وهذه بختم بها كلامي زين، ويش الأشياء اللي أسويها؟ هناك 4 أشياء إذا التزمت بها السكر بيعتدل غصبا عليه يعتدل. أولا الأكل الصحي،
ما علينا من الأدوية هي بعدين بنجي لها. شوف شلون الترتيب، ترتيب الأطباء في هاي الأمور. إنزين، أول شغلة أكل الصحي، تعرف إن هذا الأكل يرفع السكر عندك، مو ما تأكله كله بس كل منه شوي. اثنين، لا تقعد في البيت، عندك سكر مش، عندك سكر سو رياضة. وأفضل الرياضات العالمية أو الرياضات إلى الجسم هي رياضة المشي، يسمونها رياضة القلبين. ليش؟ لأن عندك قلب ينبض والجسم، وإذا مشيت عضلة البطة تنقبض فترفع، وإيش ترفع لك الدم إلى القلب، فتصير عندك وإيش هو اللي هي عملية الدوران السيركوليشن اللي يسمونها، فسمونها رياضة القلبين. زين، الأكل الصحي، المشي، ثالثا اقطع التدخين مهما كان. لا تقول لي ان التدخين ترى ويا السكر هذلين هدائين، اذا جو صعب ان انت تصير زين. زين، رابعا التزم بالأدوية ويا الطبيب. شوف التزام بالأدوية متى تجي؟ اخر واحدة، مو اول واحدة الالتزام بالأدوية، لا، في اشياء ويا السكري ما تضبط الا بهالثلاثة اللي قدام. لا تقول لي السكر، الأدوية بتنزل السكر لكن ما بتعدل جسمك، بتنزل السكر لكن ما بتشيل المشاكل اللي في جسمك، ما بتشيل المشاكل اللي هالثلاثة اللي قدام. وبهذا الكلام البسيط، وإن شاء الله استفدتون، يعني أختم كلامي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. طبعا يعني ثلث ساعة أخذنا، إنزين يعني اختصرنا فيها الأمور وإن شاء الله كانت واضحة. لكن الحين نفتح الأمور إلى، أو نفتح الباب إلى الأسئلة، وأي سؤال عندكم إن شاء الله نقدر نجاوب عليه. تفضلوا، حياكم. أكو هني الميكروفون. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله. سؤال وين؟ إن شاء الله. بس حق الوراثي، تقول من الشخص حق يكون عندك وراثي لا يقول يقول له تكلمون، احنا نقول له بلى. حتى رجولي عندك ابو عراق، تقول لي كل عندك وراثي. طبعا هو لان ازيد الاشياء ممكن ان احنا نخفف على المريض نفسيا، انزين في البدايه بعدين ننشطه، انزين في البدايه نخفف عليه هاي الامور. يعني هاي أنا بالنسبة لي أسأل هاي الأمور، عندك وراثة، عندك كذي، إنزين في البداية، بس بعدين نقول له لا مو بسبب الوراثة، بس ما أدري يعني لو إيش يسألون هالقد، هو لأن نسبة الوراثة في السكري ترى جدا قليلة، مو كبيرة يعني. أي أمراض دكتور؟ حتى لك القلب عليك وراثة، أبوك في القلب، لا مو صحيح كثرة هالأسئلة يعني الوراثة. لا لا، هو مو كتشي بالوراثة، لا، نسبة بسيطة في الوراثة. لا، عفوا. شكرا دكتور على المعلومات القيمة. سلام، الله يسلم. ذكرت لما كنت أتكلم عن السكري عن تنظيم الأكل، ونصحت بالتقليل وليس الامتناع. إيه. هذه فيها نقاش طويل لكن ما يتسع لها الوقت، ممكن في وقت آخر. وذكرت في العلاج أول حاجة الأكل الصحي. صحيح. طبعاً لما أقول الأكل الصحي لازم أترك السكر المهدرج، أترك الملح المهدرج، بلى، أترك الحنطة المهجنة، بلى، أكيد، أترك الشعير المهجن، أترك الرز المهجن، أترك الحين ما في شيء مو مهجن، اللحوم المهرملة، أترك الدجاج المهرمل. شنو انزين؟ اسمع، احنا اذا بتفكر في هذه الطريقه، انزين، ان الاشياء المهدرجه والمهجنه وهذا، معظم الاشياء اللي توصلنا اذا مو كلها توصلنا من الخارج تقريبا هي معدله جينيا.
ليش عجل قاعدة تنتشر؟ لأن أمراض غريبة قاعدين نشوف، يعني الله يبعدنا، الله يبعد عنكم، سرطانات قاعدة تنتشر. لأنه إيش؟ لأن الأشياء المعدلة جينيا، معدلة وراثيا، حتى في الفواكه. على قولة واحد من الشباب، كنارها القد نوينة مونجت، هاي كلها أشياء معدلة، هاي كلها أشياء زين مهدرجة وفيها مواد من الأصل نحطت علشان تطلع الشجرة بهالطريقة. زين هذه إذا تابعت بهالطريقة ما بتاكل شيء، ما بتاكل صراحة. يعني ليش؟ لأن هذا المتوفر الحين، هذا المتوفر. من كذي وصل العلماء أن ويا هذا الأكل لازم تكثر شرب الماء. ليش؟ لأن هذه ما تتنظف، هذه المواد الكيميائية اللي لازم كثرة الماء، كثرة الماء. لحد الحين يعني وصل العلم بهالطريقة. بس ويش تاكل في حداد هذلين؟ ما أقدر أقول لك يعني إن يعني لا تأكل شيء منهم، لأن ما في لهم، هاي المتوفر. صحيح دكتور، هذا المتوفر، ولكن نرجع إلى النقطة الأولى، الأكل ولكن باعتدال. إيه. وقلت إن ممكن الإنسان ما يستغنى عن النشويات، النشويات هي مصدر طاقة للجسم. أحسنت أحسنت. ولكن هناك بدائل للطاقة، وهي الدهون اللي الأطباء للأسف يمنعون الناس عنها. أحسنت. إيه. الدهون الطبيعية طبعاً. الدهون الطبيعية. عن الدهون المهدرجة. للأسف اليوم الناس كلها تخاف من الدهون، وهي البديل الأفضل للنشويات لتكون مصدر طاقة. تبي صراحة يعني إن النشويات يعني قصدي الدهون ليست بديل كامل، ممكن يكون بديل 60%، لكن هناك يعني نسبة من النشويات الشخص محتاجينها. في نشويات نظيفة وفي نشويات غير نظيفة. طبعاً طبعاً. وللأسف أنا يعني مثلاً لما أتكلم مع أي مريض سكري أسأله أقول الدكتور نصحك بنوعين الأكل اللي تمتنع عنها أو لازم توصيات عن التغذية، الكثير خصوصاً اللي يراجعون المراكز ما في، ما يعطون توصيات، ما يعطونهم توصيات. ها؟ ما أقدر أتكلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أشكر الدكتور والجماعة. الله يسلمك. دكتور أنا عندي قصة ويا السكر، يعني يمكن تفيد الجماعة ويستفيدوا منها. تفضل. أنا من 5 سنوات سجلت في مركز سترة الأمراض المزمنة. على أساس يعني كي يمكن في سكر يمكن ما في، إنما أنا ما أجود نفسي على شيء، أكل عيد خبز أكل طلعة يعني ماشي أمور، ما عندي سكر ما عندي مشكلة الحمد لله. بس صار أن أحسن قالوا لي أنك أنت تستخدم هذه يعني فجائية اللي خلتني أروح، أنا مو يعني متأثر بالسكر بس إنه ما كنت أسجل زين، وأنا ما أخلي شيء عن الأكل من حلاوة هذا ما مضبوط. فيوم هنا قالوا لي لا أنت يعني الأحسن إنك أنت يعني شوية بنعطيك حبة تنظيم من 5 سنوات حبة استخدم هذه، طورت شوي شوي إلى حبوب، مجرد حبوب استخدمها صار لي يمكن 4-5 سنوات. بلى. وأكل بس يعني في الليل، في النهار العيش لازم، في النهار والخبز في الليل. بلى. حلاوة بعد يقول هذا ما وقف عنه، بس كل فترة أروح إلى المستشفى ما يقولوا لي إن السكر مالك صار عالي أو نازل، يعطوني بعد 3 شهور على أساس إن لا يأخذون الدم، وهذه مشينا عليه إلى 3-4-5 سنوات تقريبا خلاص. الحين تقريبا قبل يمكن 4-10 شهور كنت أنا أمشي الظهر كذي زين رايح لمشوار يمكن ما أخذ فيه حوالي 5 أو 10 دقائق مشي. زين وصلت فجأة بس حسيت نفس النوع عندي رعشة وتكرم أبواب ابتدت يعني تجيني من غير شو اسمه احتباس، وما قدرت أصلب نفسي فقعدت في الأرض فيها. ما صار لي أغماء لكن مثل ما قلت شبه أغماء بس نمو تعي يعني، وما نعرف وش المسألة فيه، ما كنت عارف من أي شيء ولا أدري وش اللي جاي اللي صار.
فالحمد لله كان في واحد مرت يجي وراء احد يشفي يجيبني ماي. فجابتني صبت على نفسي شديها شوي قدرت اقعد زحفت الى على الارض الى مكان بل وقعدت. قلت لها يا رحمه الله ليش تشوف لي يعني بعد كان ان حالتي تزيد يعني اضطراب صادمني وعشير وخوف وهذا او مثل ما نقول هاي كل الاشياء. فقلت لها شوف لي احد يمرض اقدر شيء ما اقدر هذا. فالحاصل ان هي راحت زين. هو كان الموضوع انك انت ازور في مقبره البحار من اللي في المستشفى الامريكي كنت رايح ازور الاهل يعني. فالمهم ان هي هذه المره راحت الى المستشفى الامريكي وجابت واحد حصلتها ما ادري طالعة داخلة كانت هذه بعد نرس. فجت هذه البنية وقالت لي حاج انت باين عليه ان عندك انخفاض في السكر هذه كأنها حالة انخفاض في السكر. فانتظر لحظة راحت جابت لي بقلاوة حوالي 5 جابت لي اكل هذه البقلاوة وصل ان شاء الله زين. بس انا ما يعني اقول لك ربما ان انت عندك يعني هبوط في السكر. فانا اكلت هذه البقلاوة ورحت عند المسجد وقعدت حوالي نص ساعة ساعة الا ربع في الظلام صرت حالتي شوية زينة. اخذت سيارتي وجيت من هناك الى سيطرة عادي ما في اي شيء. المغرب الحالة زادت علي. فما قدرت رحت مستشفى المنار فضربوني كشفوا علي وهذا عطوني السيلان فقالوا لي عندك ارتفاع 490 السكر وصل الى 490 والتراكمي 12.5 يعني شيء كبير. بلى اكيد. فعطوني السيلان جيت البيت قعدت صرت شوي اشوى من الصبح الساعه 10 صار ردت الحاله نفس الشيء. فولدي قلت له بسرعه رحنا المستشفى فعطوني بعد سيلان وعرض السيلان بعد اخذوا علي كشف قالوا لي انت لازم تتحول للسلمانيه. فالمهم ما طول حولوني الى السلمانيه يوم الثاني قعدت مدي انتظر للساعه 5 وانا صايم للساعه 5 انتظر دوري ما جه ما شاء الله زباين واجد هناك. انت ضغط ما في فايده شفت نفس ولا كل الابواب تكرمون عندي وما اقدر اكل بعد لان اقول يمكن يحتاجون ياخذون مني دم على اساس يعرفون ما انا نفس عن الاكل. فالحاصل ما قدرت اواصل الى الساعه 5 تقريبا وصلوا الساعه 5 فطلعت وجيت مستشفى الخليج للسكر اللي ورا السلمانيه ورا السلمانيه. فالدكتور اعطاني ابرة واعطاني نظام امشي عليه وصلت اوكي الحمد لله الحين 5-6 الحمد لله زين. دكتور الحين انا عندي مشكله في اتاخرت انا رحت مثلا اشتغل زين وجيت متاخر يمكن الساعه 3-4 ايه اتغديت طبعا جوعان اذا جيت من الصبح جوعان اتغديت عقب ساعتين شفت نفسي تعبان يعني عرفت حتى العلامات من غير ما اخذ عرفت ان الارتفاع عندي ارتفاع السكر. وهذا صار هنا عندي مشكلة لين تأخرت أكلت زاد عندي السكر ولين أكلت السكر بعدين لازم أحتاج إلى يعني صرت متخربط متى آكل وشلون أعرف الكمية إذا أنا حسيت بسكر عندي مع أن إذا ضابط نفسي أنا عندي 5-6 الحمد لله صار ممتاز الحين. مبلا مبلا. فهذه عندي الحين متى اكل وكيف كميه الاكل كيف اقدر اكل إيه. على اساس احافظ على معنى الحين متوقف عن العيش الا اللي هي وجبه الظهر قليل يعني مو الكميه الاوليه قليل وبالنسبه إيه. للخبز بعد الان تركناه مجرد الخبز البني يعني والسلايس والاشياء البنيه يعني حلاوه ما حلاوه هذا كله وقفنا عليه. لكن الحين مشكله في هذا الشيء ان انا اذا اكل اذا اتاخر اجي اكل اذا اكلت يرتفع علي السكر. بلى. زين بالنسبه الى الادويه انت تاخذها تاخذها حبوب لو تاخذها ابر؟ حبوب حبوب انسولين انسولين. اه بس
طبعا اذا كان حبوب وانسولين شوي لازم يتخربط شوي ويا اذا مثلا واحد تاخر على الاكل ومثلا ليش؟ لان الانسولين يشتغل تقريبا 8 ساعات زين او 6 ساعات زين، فاذا تاخرت على الوجبه ممكن يكون يصير عندك هبوط تاكل يرتفع بسرعه. الحل ان اول شغله لازم تخلي عندك الوجبات مقدسه شوي يعني في الوقت انزين، هاي واحدة من الامور المهمه. في حل ثاني لكن الحل شوي يكون بعيد يعني شوي صعب، ان يصير الانسولين عندك بومب هاللي يخلونه هو بروح يقيس وهو بروح يضرب، ما يحتاج يعني هذا. هاي بعضهم ناس واجد يسوونها في البحرين طبعا، يعني صعب هني يتحصل يحصلوا يجيبونه مثلا الى ناس معينين وما يجيبونه عقب ما يطلبونه لين ما يجيبونه لهم سنه سنه وشوي. فمثلا هذا شوي خلينا نبتعد عن هذا الشغله الاوبشن انزين. فهو افضل شغله انه تنظيم الاكل على الاقل، اذا ما بتاكل الوجبه لو تاكل لو تحمل اياك لو شيء بسيط لو على قولتنا بس توق انزين، عشان لا يصير لك هبوط انزين. وبعدين اذا جيت الاكل انزين علشان لا يرد يرتفع، خلي يكون الاكل مثلا بدل على قولتنا انا عاده اقول اذا انت تشبعك 15 مده خلهم 12 او 13، قلل ولو شوي لا تقلل واجد انزين. خلي طبيعتك اللي انت وصلت لها، لان الحين السكر عندك صاير منتظم انزين، فيعني قلل لكن لا تكون التقليله الكبيره ان النص، لا يعني تقريبا ربع منهم شيله من الاكل بهالطريقه كذي عشان لا يرتفع ولا ينزل. يعني هو الاكل يعني تقلل ايه الأكل، أنا كنت يعني لازم أكل بين الوجبتين. أمبلى إيه؟ على أساس إنه إذا يكون في اسمه إذا الواحد عارف نفسه إن الغداء ما له بيتأخر. إيه لازم تأكل ولو بشي بسيط. أكل دياي شوية بسلوب هذا أكل زين، بس المشكلة إن بعد في أحيانًا إذا جيت أنا إلى عارف شيطان إذا يعني ركب ولعب مثلًا زين، بعد يصير مثلًا هبوط. إيه أكيد. بعد نفس الشيء أروح هنا ما أقدر أكل يعني لأنه باكل اللي أكل اللي يكون الشبع. شبعك إيه. زي من أكل يصير كيف السكر. بلى ايه صح. شوف امور الانسولين شوي تكون متخربطه ويا الجسم اذا واحد ياخذ الانسولين زين، اذا واحد ياخذ الانسولين شوي تتخربط امور الجسم، ساعات نزول ساعات صعود ساعات هبوط يعني ما تكون مضبوطه. هني في هالحاله افضل شيء مثل ما قلت لك انه تخلي لك شيء زين. اذا خليت لك شيء ما جيت انت الى الوجبه جوعان واجد، لأن إذا جيت للوجبة جوعان واجد ما بتشبع 15 مدة تبي تأكل أزيد إنزين. كل ما جيت إلى الوجبة يعني خلنا نقول تقريبا 20% شبعان، هني عطيت أنت في الوجبة مالك ما أكلت واجد إنزين. هني في هالحالة ضبط أمورك في اليوم كله كامل بهالطريقة، مثلا تريقت الساعة 6 أو 7 الصبح إنزين، طلعت. دائما يقولون افضل شيء اذا واحد يستخدم الانسولين تكون الى 5 وجبات في اليوم مو 3، إيه ما بين كل وجبه كل 3 ساعات وجبه، يعني الساعه 7 10 1 4 وبعدين الساعه 7 كذي زي بهالطريقه. طبعا الوجبات اللي ما بينهم خلها تكون صغيره اي. طبعا اللي دا مثلا شفنا الاوروبيين عشت أنا وياهم شفتهم هناك شلون طريقتهم، هم هناك يعيشون 5 وجبات في اليوم كلهم، حتى اللي ما هم مرضى كلهم يعيشون 5 وجبات. ليش؟ أسعد وجباتهم مو نفس وجباتنا احنا، يعني وجباتهم سليس ويا جبن وخلاص هذه وجبة كامل انزين. بهالطريقة انت ما تجوع. ثاني شغلة تخلي الجسم طول الوقت منتظم أموره، السكر مو مرتفع ولا نازل بهالطريقة، هذه أفضل طريقة. بس المشكلة إن إحنا عندنا شهر رمضان. إيه شهر رمضان. هي شو العمل ويا الطريقة في هذا الشيء؟ طبعاً. يعني أول مرة. إيه. طبعاً أمور شهر رمضان
يعني شوي هذه تحتاج بروحها محاضرة وقاعدة. إنزين خاصة هي مرضى السكري، أول شغلة إذا حاول قدر الإمكان لا تمشي في النهار، وخاصة آخر النهار. إحنا ندري إن مشي في آخر النهار ساعة 5 تقريبا 4:30 قبل لا يأذن جدا ممتاز لمريض السكر. لكن نقول لمريض السكر في شهر رمضان، عليكم السلام، مريض السكر في شهر رمضان لا تمشي في هالوقت، مش عقب الفطور، هي واحدة. وإذا تبغي تمشي في النهار خل حلاوة، خل حلاوة وياك هني، لو يصيدك هبوط انزين لا تقول لبالي إذا أكلت حين بفطر، لا أفطر، لأن الهبوط أخطر بكثير من الارتفاع. 5 دقائق بس ما يوصل السكر إلى خلايا الدماغ، خلاص تموت خلايا الدماغ، تموت. وإذا خلايا الدماغ ماتت ما ترجع. فقدر الإمكان إذا تبغي تمشي على طول خل عندك حلاوة، هذه موجود، هي واحدة في شهر رمضان. شهر رمضان تنظيم الوجبات جدا ممتازة، السحور مهم والفطور بعد أهم. إنزين والإنسولين طريقتها لازم بتتغير في شهر رمضان، أكيد بيقولون لك يعني يسألهم لازم قبل شهر رمضان وش أسوي، بيعدلون بيقولون لك لأن بتاخذ أنت بدال 3 مثلا بتاخذ بس 2 بهالطريقة، يعني بيضبطون وياك بهالطريقة. عفوا حاضرين، الله يسلمك. ذكرت سبب كثرة التبول هو جيني السكر، يعني هي علامة السكر. علامة السكر إيه. بس هل هذا هو المرض جاي من السكر، أو إذا كان الإنسان ما عنده سكر بس عنده كثرة التبول؟ بلى إيه. لا شوف عادة ليش يقولون كثرة التبول تكون عرض من أعراض السكر؟ لأن إذا يرتفع السكر في الجسم إنزين في بعض السنسرات داخل الجسم ما تبغي هذا السكر موجود، فشلون تطلع عن طريق الأبوال؟ لأن إذا زاد شوف عندك الملح والسكر، إذا زاد في الجسم هذا السنسر يقول إن أنت أنا الحين بطرده، فوش بيصير فيك؟ تعطش. يعطيك علامة، أحسن، يعطيك علامة. أما في ناس لا طبيعي عندهم كذي، بس يقولون دائما إذا يقعد أزيد من مرة في الليل علشان تكرم يروح الحمام خلي يحط علامة استفهام كبيرة، احتمال السكر عنده كذي. إذا أزيد، بعضهم يقولوا حتى أزيد من مرة ما في مشكلة، بس أزيد من مرة تقعد هني ممكن يكون علامة استفهام. يعني النزيف في الشبكة في العين، إيه؟ هل سبب السكر؟ سببه السكر إيه. حتى لو كان إنسان ما عنده سكر ولا يعاني من هالمشكلة. طبعاً نزيف. لا. في الشبكية. لا مو 100%، طبعاً عالم الشبكية كبير، يعني مرض الشبكية شيء كبير، بس النسبة الأكبر تقريباً 80%. إنزين ممكن إنه يرجع إلى بسبب السكر. ليش؟ لأن السكر كل ما زاد تبدأ تصير عندنا بعض الخلايا ما يوصلها دم، فتقوم الشبكية تطلع أوعية دموية، بس هي الأوعية الدموية على قولتنا مطاطية، أقل حركة، أقل مثلا ركضة من هذا، عطسة ينبط هذا الوعاء الدموي اللي موجود داخل الشبكية يتبطل. زي إذا تبطل وش بيصير؟ بينزف داخل العين. فهذا شوف في عندنا سائل زجاجي داخل العين، هاي الغرفة المظلمة داخل العين، هذه تنشحن كلها دم. يجون معظم المرضى يجون هذه كلها مشحونة دم كامل. وآخر سؤال، سبب الماء الأبيض والأسود؟ أي هاي بعد بلها محاضرة. هاي بلها محاضرة بروحها. الماء الأبيض بشكل عام، الماء الأبيض هو مثل ما الشخص تقريبا، خلنا نقول نثبتها بهالطريقة، إن الماء الأبيض مثل ما الشخص تطلع على شيب، الماء الأبيض تقريبا يعتبر هو الشيء العادي اللي يطلع في الشخص، تكلسات موجودة داخل عدسة العين فيسمونها بالماء الأبيض. مو إذا نزل عند الشخص مثلا يقول لك نزل عندك ماء أبيض إنه خلاص مرض، لا ما يعتبر مرض، هذا حالة مرضية يسمونها. الماء الأسود لا، الماء الأسود هو يسمونه بعضهم يسمونه خبيث العين. ليش يسمونه خبيث العين؟ لأن الطريقة اللي يجيب فيها يعني نوع من الخباثة، يرتفع ضغط العين اللي يأثر على عصب الشبكية
إنزين عصب العين يرتفع الضغط يأثر على عصب العين تبدأ الأمور تتسود عليه من الجوانب بس هو ما يلاحظ ظهر من كذي يسمونه الخبيث العين إنزين تسود 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 لين ما تنصك الستارة وبعدين ما يشوف كامل كل شيء أسود بهالطريقة إنزين هذا الماء الأسود وهذا الماء الأبيض أي باختصار يعني يعطيك العافية الله طبعا سؤال دكتور بخصوص نزيف في الشبكية شو المرضى أصحاب الصمامات اللي يستخدمون الورفرين إيه مبلا على أساس سيولة الدم مبلا إيه ما أدري شو الحالة من الحالة هذه إذا صارت المشكلة هذه وهو يستخدم الأدوية هذه اللي هي الورفرين إيه هاي إيه. وفي أحد الإخوان يقول لي عنده دائما جفاف في الليل يقول داعي ساعة بعد الله مبلا إيه يقول الصيد دائما جفاف في حال أها شو أسباب يعطيك العافية أهلا الله يعافيك إن شاء الله طبعا بالنسبة إلى السؤال الأول اللي هو نزيف العين إذا يكون ويا اللي هو الورفرين أو المسيلات الدم طبعا مسيلات الدم هي تكون عندنا مشكلة وياهم إحنا ما نقدر نوقفها في نفس الوقت النزيف موجود عنده إذا وقفناها بسببنا مشكلة في القلب إنزين طبعا في هالحالة إن إحنا قدر الأمكان نعالج بسرعة وأزيد علاج في هالحالة نعطيه اللي هو علاج الأبر في العين علشان نوقف النزيف ونخلي النزيف يعني يتقلص بشكل سريع إنزين ما نقدر نقول له وقف ولا يوقف أحسن بس إذا بعضهم ناس يأخذونه بس علشان إنه لا تصيد مشكلة مثلاً الأسبرين لا يأخذونه يقولون لا ما دام أنت وصلت له العمر وعندك مشاكل ضغط وهذا خذ الأسبرين إنزين استخدمه هذا لا نقدر نقول له أنت وقفه هالفترة إنزين على ما تضبط أمور العين الشبكية ترجع طبيعية النزيف يقل بعدين تقدر تواصل عليه الورفرين لا الورفرين شوي صعب إن إحنا نقدر نوقفه الله يعافيك بالنسبة إلى الجفاف جفاف الحلق جفاف الحلق ممكن يكون من شغلات عديدة من ضمنها السكر ومن ضمنها لا الارتجاع المعدة إنزين إذا واحد عنده مثلا حموضة إنزين والحموضة ترتفع لفوق ويصير حلق واجد مر تبدأ المنطقة كلها تجف إنزين فهذه المنطقة ممكن تكون تسبب لسعلة تكون يابسة إنزين وتحس إن تتجرح المنطقة هاي كلها ترى ممكن يكون بسبب المعدة وارتفاع حموضة المعدة لكن في نفس الوقت لازم من أشوف هذه الأمور بعد لازم يعني أحذر من السكر مهم جدا أن أحذر من السكر قبل غيره المعدة وغيره ممكن تقول أنه يعني مقدور عليها بس السكر لا شوي صعب يعني دا من البداية يعني اشتغلنا عليه أحسن من دا يعني تقدم في شغله هو دكتور في محاضرتك ذكرت عن السكر تايب 1 وتايب 2 إيه؟ وفي تايب 2 ذكرت أن الخلية ما تفتح حق الانسولين حق الانسولين وما يعرف بالانسولين ريزيستنت أو مقاومة الانسولين أحسنت شقيق ممكن توضحها ليش يصير هاي الانسولين ريزيستنت وشلون نتقي الانسولين ريزيستنت أحسنت طبعا في مخاطر وفي عوامل تخلي ان الخليه ما تفتح وتصير مقاومه ضد الانسولين زين واحده من الامور زياده الوزن ازيد امر يقولون انه ممكن يسبب زياده الوزن الضغط ممكن تسبب في هاي شغله في الشبك في الخليه زين في امور ثانيه اللي هي امراض الكلى زين ممكن تكون وفي بعضها بس ازيدها يقولون كلها بسبب اللي هو زيادة الوزن أو السمنة إنزين هاي واحدة من الأمور وش السؤال الثاني إيه تتقي طبعا تتقي هاي الأمور هو الابتعاد عن المخاطر هذه إيه نسيت شغلة مهمة التدخين ممكن تخلي الخلية هذه تكون عندها مقاومة ضد الإنسولين التدخين أيضا وفي عوامل كثيرة بس هذه أهمها الأربعة يعني وبالنسبة للوقاية منها هو مثل ما قلت لك هاي الأمور الأربعة اللي من شوي ذكرناهم الغذاء الصحي
الرياضة والالتزام مثلا، وش الثالث نسيته أنا صراحة، لا الأدوية طبعا إذا كان سكر والتدخين. إيه التدخين ما ذكرت شيء عن الستريس. اي ممكن كل اوراق متلازمه في الليل. احسنت. ممكن طبعا الضغط، الضغط ممكن انه ما يكون واحد من الامور انزين المسببه قد ما يكون، ما يكون هو الامر اللي يزيد السكر. يعني اذا واحد عنده سكر يصيد ستريس او يصيد الضغط نفسي انزين، تعال شوف السكر عنده كله فوق، كله مرتفع انزين. بس في دراسات جديده تأكد كلامك، دراسات جديدة في 2017 و18 زين تقول إن اكتشفوا أن السكري يجي إلى الجسم كله بسبب الضغط النفسي، خاصة إذا كانت البيئة اللي حوالي هذا المريض كله تخليه يفكر زين. من كذي زاد عندنا في البحرين واجد. شيلوها من الفيديو، شيلوها من الفيديو هذه. سلام سهلة شيخ. دكتور مثل بسيط على كلامك ان الستريس ممكن يسبب السكر. بلى. عندي صديق عنده بنت يعني في المدرسه عمرها لا يتجاوز 12 سنه، في فتره الامتحانات من كثر الستريس صار سكر درجه اولى تايوان ما شاء الله، والان مع الانسولين ابر، وهذا السكر غير منضبط مدى العمر. هذا تعاون الاباء ان يخفون على اولادهم الشيء. اي يعني الضغط النفسي، الحين الدراسات الجديده مثل ما قلت لك الضغط النفسي انه ممكن تسبب السكر، والسكر يكون مزمن مدى الحياه، يعني صعب انه واحد يضبط الامور. الاخوه في احد سؤال والله شوف احنا في البحرين صعب تقول لواحد كل ولا تاكل، وخاصة العيش اذا قلت له لا تاكله مشكلة انزين. فدائما دائما يعني مثل ما قلت انا يعني هذه من كذي التزم بها، عليكم بالحمية انزين. فالحمية موش معناته ان لا تاكل، الحمية هو تقليل من الاكل، معنات الحمية هو التقليل من الاكل انزين. كل شيء ولكن بقدره، مو بقدر اللي هو مثلا بدل ما تاكل واحد، بدل ما تاكل عشر تاكل ثنتين، لا انت تعرف، انت مخك يعرف او يعرف جسمك. يقول لك اذا ما عرفت جسمك، جسمك طول عمره ما بيضبط. دائما خلي يكون علاقه بينك وما بين جسمك، انت تدري ان هذا يؤذيك خلاص تبعد عنه، تدري ان هذه الشغله تفيدك زين لكن تسبب لك مشكله ممكن في السكر ترفعه كلها، لكن بقدر انزين. كل شيء لازم تضبط امورك وياه، هذا اهم شيء، اهم شيء اهم شيء هو الاكل والرياضه انزين. واذا واحد عنده سكري لازم يلتزم بالادويه، هذا اهم شيء. تفضل بالي ما يعافيك. احسن دكتور علي ما انت. الله يسلمك. سؤال اخير، هل الانسولين فقط في الانسولين اليه يستفيد منه البعير فقط بس الانسولين، ولا في اشياء ثانيه يستفيد منها مريض السكري؟ ايه هل يعمل معك كل الامراض السكري؟ الانسولين ايه طبعا الانسولين ممكن يشتغل عند ناس بس ما يشتغل عند ناس، وخاصه اذا الانسولين عند بعض المرضى مثلا في الجسم مال الانسولين ماله مضبوط، حتى لو اعطيته انت بتسبب له هبوط، بتسبب له مشكله ازيد من المشكله اللي عنده. لكن لا بعد البحث شافوا ان لا حتى الحبوب مو قاعدة تكفي وياه، لازم يضيفون له الانسولين، معناته ان الانسولين مو قاعد مو كافي عنده هذا الشخص، يضيفون الى ابر الانسولين. في ناس لا ما تحتاج انسولين، وفي ناس لا تحتاج انسولين، هذا كله يعتمد على نوعية المرض اللي عنده. اذا كان من النوع الثاني مثلا اللي ما يحتاج انسولين انزين ما يحتاج انسولين، لكن بعد فترة شافوا ان حتى الابر مو قاعدة تكفي، حتى قصدي الحبوب مو قاعدة تكفي، هني يجون يضيفون الانسولين. لو يجيفون يضيفون الانسولين لان يقولون ان مع الحبوب الانسولين مو قاعد يشتغل صح،
السكر مو قاعد معناته ينزل زين، فهني يضيفون الانسولين. لكن النوع الاول ما يعطونهم محبوب اللي هم الصغار مثلا، هذا لا، يضل يضرب انسولين مدى الحياه. الطفل يضرب مثلا الابر مدى الحياه، خلاص يعيش بهاي الطريقه طول حياته. من كذي الحين طلعت الاجهزه اللي تخليها في الاطفال، تخليها هو بروح يقيس السكر وهو بروح يضرب، وبعد وياه سكر، يعني داخل الجهاز في سكر غير الانسولين، سكر مثلا قاس السكر شاف ان عنده لا هبوط يضرب السكر بروحه، فيرتفع شوي عنده السكر، يعني بطل السكر عنده داخل الجسم بهالطريقه. فالانسولين ما نقدر نقول هذا يحتاجه هذا الا مع الفحوصات يعني، ومع التتبع ويا المريض. يعني يزيد من شغله يعني. اي طبعا في بعضهم يقولون ان الثوم ممكن انه ينزل، يعني عليكم السلام ورحمه الله، يزيد فعل الخلايا الى الانسولين. يعني مثلا الانسولين موجود عند هذا الشخص انزين، لكن الخليه مو قاعده تستقبل صح، فيقولون الثوم انه يفتح الخليه الى الانسولين. لكن مع الانسولين انه يضبطه اكثر، لا ما في يعني اكلات معينه. ويا ريت لو في، كان احنا وقفنا الانسولين في المستشفيات، يعني ما في يعني حتى دواعم ما يعني. في دراسات واجد، في نبته كانت طلعت في روسيا زين وسووا عليها دراسات، اشتغلت فتره معينه وبعدين لا، بعدين ما اشتغلت يعني. فمن كذي كلها دراسات، والسكري نفسه يعني مرض العصر صاير، ان مهما تحط اليه ما في فايده. كل ما ضبط اليه الامور، حطيت ادويه، زدت ادويه، غيرت ادويه، نفس الموضوع. لان السكري في الاخير يعتمد على الشخص نفسه، التعامل ويا السكري يعتمد على الشخص نفسه، مو يعتمد على العلاج. اذا ضبط امورك انت ويا السكر افضل من ان انت تاخذ العلاجات كل هذا. ممكن يكون الصيده خلل، ايه يتوقف او تتوقف جزء منه، لانه هذا البنكرياس هو المسؤول عن خروج الانسولين في الجسم. اذا توقفت جزء منه الانسولين قل، بدل ما يطلع مثلا خلنا نقول 10 جرامات يطلع مثلا 5، اذا نص تخير مثلا او هالقد بالمئة صارت مشكله. الاسباب اذا كان النوع الاول السكري، هذا لانهم خلقيا عندهم المشكله انزين، من الخلق عندهم في مشكله في البنكرياس، فتسبب انه يقل الانسولين عنده. اما اذا كبر الشخص مثلا تبدا خلايا الانسولين شوي شوي تقل انزين، او فاعليتها تقل انزين. فاذا الفاعليه قلت، شوفون ان الحبوب مو قاعد كفايه بعض الاحيان، لا بعض الاحيان البنكرياس ممتاز شغله، فليش يضيفون الانسولين؟ يضيفون الانسولين لان الحبوب ما كفت، هو مو قاعد يضبط اموره ويا السكر، فلازم نضيف الانسولين زياده على الحبوب بهالطريقه. ما عاش صح. العيش معيشه يقولون حجي. 100% هو اللي يجيب لك السكر. اي اسمع يبا، من شوي انا قلت كلمه هنا، ان في بعض الاكلات انزين صعب ان احنا نستغني عنها، احنا خاصه على الوضع المعيشي احنا في البحرين، خاصه مثلا العيش واحد صعب. من كذي اذا واحد يبدا يوقف العيش اول 3 ايام الدنيا كلها تفتر انزين، صدق لا. زين الخبز تقدر توقفه، لكن ما توقفه كليا، لان في مواد موجوده انزين، في فيتامينات موجوده، وفي املاح موجوده مثلا في الخبز مو موجوده في العيش. في العيش موجوده اشياء مو موجوده، كل شيء له فوائده. لكن اذا اكلت قطعه مو نفس اذا اكلت قرصين ثلاثه اقراص بهالطريقه يعني.
بلى إيه واجد تكون من كذي واحد يسوي كنترول لازم يسوي مقاومة لازم يتعايش يعني ما في لازم يتعود وفي نفس الوقت تكون عنده مقاومة لازم طول حياته لازم يتعايش يا هذا المرض إذا ما تتعايش يا المرض المرض يغلوك 100% مو 99% 100% اي بس اي هو طبعا هو الجسم يسوي كذي انزين طبعا النفسيه تدخل في الموضوع ان كل بيت كلهم ياكلون عيش انا ما اكل عيش ما يصير كلهم ياكلون مثلا خبز انا ما اكل خبز هاي النفسيه واجد ترى يعني 50% تقريبا تلعب في هاي الامور انزين انا اروح الحين يوم الجمعه كلهم ياكلون حلوه تمر عليهم انا ما اكل لو قفشه مثلا كذي ناس يفكرون بهالطريقه لا انزين هذه كلها تلعب دور ممكن وفي نفس الوقت الجسم يطلب بس انت لازم تقاومه صعب من كذي يقولون السكر مقاومة السكر وتضبيط السكر جدا صعب يعني هذا الرجل اللي عادة اللي يضبط سكره فوق الثلاثة شهور اقول انت رجل عصامي انزين صدق يعني اللي يجونا هناك صعب ان واحد ثلاثة شهور ضابط اموره سكر التنازلي نزل صعب زين إذا كذي يقاوم روحه زين يقول خلاص ولا لا أثر بعد يقول أقول له ما تأكل خبز تأكل قال ما أكل شيء أبد تموت ما أكل شيء خبز أول من الديانة سيد طبعا كان جزيل الشك إلى الدكتور علي السكر ساعات واحد من الإصابة في عيونه بلى بلى أي أي طبعا السكر السكر طبعا هو يلعب على الجسم كله اذا لعب على منطقه معناته انه قاعد يلعب على منطقه ثانيه بس هذه المنطقه خلاص وصل لمرحله انه مراحل جدا متقدمه في الموضوع فيعطونها اهميه اكثر بس العلاج ماله هو السكر اذا ضبطه هذه الامور كلها تتضبط انت لا ما لو الى في يعني في دراسات كذي بس مو الكل تضبط وياه هذه الامور ممكن لان هذا نفس الصيام المتقطع لان شوف اذا واحد عنده سكر نسبه الهبوط تكون عنده غير يعني زياده عن الغير عن اللي ما عنده سكر اي يعني مثلا واحد عنده سكر يوصل 400 سهل ترى يوصل 50 سهل ازين من غيره يصير اسرع اي شقه امبلا اي بس المشكله لا لا يصيدهم هبوط بسرعه وخاصه اذا يستخدم الادويه اي ما يشتغل بس بعد يقول لك انه ممكن انه يكون عنده سرعه وخاصه اذا يستخدم لو حبوب لو مثلا اي شيء لو اي دواء بس إذا ممكن يكون الصيام متقطع ويحاسب طول الوقت كل حين يقيس إنزين هذه ممكن تضبط وياه إن شاء الله تضبط يعني بس إنه صعب يعني الأفضل هو الالتزام بالأدوية لأنه السكر بعض الأحيان حتى لو أنت ضبطت بالصيام ضبطت بالحمية إنزين بعض الأحيان تفلت زين تطلع صوب يعني شارع هني كله في اكل وحلويات وهذا خلاص تخرب الامور كلها انت البنيته في شهور تخربه في دقائق اي فواحد لازم يكون ملتزم في يعني اوقات يعني وقت يكون نفسه طويل يعني في بطل دكتور علي اخر سؤال قوي معاك تفضل هل التنمر بالجسم له علاقه بالسكر نسبه كبيره من اللي عندهم تنمر يكون بسبب السكر طبعا السكر ليش يسبب تنمل خاصه في الاطراف الاصابع واطراف الرجايل يعني ازيد شيء لان السكر زين يبدا يضرب وينه اطراف الاعصاب اطراف العصب زين وين اطراف العصب صايره في الاطراف اكثر شيء فاذا ضرب هني تبدا هي علامه ترى علامه جدا مهمه
علامة ذكية يقول لي ترى احذر. هاي نعمة من الله إن هذه العلامة تقول لي ترى احذر، السكري ترى واصل عندك فوق، حاسب لروحك، لازم تضبطه. فبعضهم تشوف من مثلا يضبطه هاي الأمور كلها تروح عنه. بعض الأحيان لا، أنا صار تنمل ما عندي سكر، هاي يكون بعضهم يقولون إن التهاب في أطراف الأعصاب وإليها يعني العلاجات مالها.